يوم يمشي ورا العيال. عايزة اتجوز عايزة اتجوز. امشي بكرامتك في جنازة وما تمشيش خالص في جوازة، ليه تخلي واحد ملهوش عازة يقسم عليك؟ مش عايزينك كده تتوتر، كتر خير عايزه اتجوز. النهارده البدايه مختلفه شويه عشان معتز بيقدم معايا الحلقه. ايه اللي حصل؟ معتز في الحلقه اللي قبلها جاب ابن خالته وقرر انه يفضل معانا في نفس اليوم ويجيب ابن عمته كمان ويعمل مقلب. خلينا نسمع من معتز ايه اللي حصل. هو الاول يعني منص ورخ صحابي، فهم قالوا لي عايزين واحد عزيز عليك نعمل فيه مقلب وكده، فاول واحد فكرت فيه ابن خالتي، فعجبني المقلب بصراحة قمت عامله في ابن عمتي. طب وجبت نفس البرتقال رابور. بس هو عجب البرتقال بصراحة من أول الطريقة، وهو عمال يضايقني. البرتقال كانت حلوة بصراحة. طب إيه رأيكم بقى بدل ما بنتكلم كتير نروح نشوف حصل إيه؟ اسمك ايه؟ اسمع عبد الرحمن. عبد الرحمن اهلا وسهلا. عليك محتاج انت. معلش بقى انا اسف على البهدله دي عشان كنا بس طول النهار في الشارع. لا فهو قال لي على غفله فانا جيت له على طول. والله معلش انا اسف. الله يخليك حبيبي. مش لا نورتني شرفتني. انت معتز بقى اللي كلمتني عليه باسمك؟ اهلا بيك يا معتز. هو انت بتدرس ايه يا معتز؟ انا حضرتك في كليه حقوق في سنه رابعه. كلية حقوق سنة رابعة؟ تمام. ممكن بعد اذن حضرتك بس اطلع الحمام الدقيق. لا اتفضل ماشي، بس الحمام فوق عشان خاطر بيصلحوا باللي تحت. ماشي يا رب. اطلع كده. اطلع فوق. يا اهلا وسهلا. سعيد ان شاء الله. نورتنا. نورك. الله يخليك. ان شاء الله نسمع سمع خير كده بعد كده. يا رب يكون بس المشوار ما تعبكوش. لا يا باشا مش هيتعب، اهم حاجة بس حضرتك. انتوا عرفتوا تيجي سهل؟ اما بهجت جه خدنا من عندي، كنت في المانع اصلا بس. يعني الدنيا مش زحمه بره ولا حاجه؟ لا لا الطريق سهل. رايق الحمد لله. هي رايقه هي متعوده. الحمد لله. الحمد لله. طب انت تقرب له ايه بقى؟ نعم. ابن عمه على طول؟ ابن عمي ومعايا في الكليه برضه، في كليه حقوق. ومعاه في نفس الكليه؟ انت منين اساسا؟ فيصل. لا البلد ايه البلد؟ القاهرة. يعني انت قاهر يعني؟ جدي كان مركز صالح والدي مركز صالح. طب يا حبيبي الوالد والدة فين؟ ما جوش ليه ولا؟ ما هما بقى معلش مشغولين. في يعني والله انا معرفش، انا ومعتز كلمني قال لي هو ابوه مش هيعرف يجي. فقال لي تعالى معايا بس عشان هم حضرتك ما تتضايقش من حاجة يعني. فقمت جاي له على طول. لا هو في واحد جاي يتعرف على عروسة ما يجيبش ابوه امه ويدي اصول؟ ما هي مش اصول بس يعني حضرتك احنا نشوف حضرتك تشوفنا تشوف معتز الاول بعد كده لو في حاجه يعني. لا معلش ما تزعلش انت برضه يعني بالنسبه لي صغير في السن يعني. انا عارف الحاجات دي ليها تقدير وليها مش اي حد يخطي خطوه كده وما يعرفش حسابك. صح ولا ايه؟ صح بس حضرتك يعني زي والدنا يعني برضه مش غريب. ايه؟ لا زي والدنا برضه مش غريب. معلش انا صوتي واطي بس عشان لا ولا يهمك رايح ولا يهمك. زي والدك كل حاجه بس الاصول ما تعدليش يعني. انا الا الاصول عشان تبقى عارف. وبعدين ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ برتقال. على فكره البرتقال ده مش نمره واحد. مش نمره واحد؟ لان انا تاجر فاكهه وفاهم كويس قوي وعارف يعني. ماشي معلش بقى على قدنا. انا بجيب البرتقال من سوق العبور عشان تبقى عارف. سوق العبور؟ ده ايه ده؟
قشر بس وكل ايه؟ قشر ايه يا عم؟ قشر ايه بالزبه؟ يعني بذمتك انت دي في حاجه تتقشر؟ والله ما انا اللي كنت. طب انا كان نفسي اوريك البرتقال اللي بجيبه من سوق العبور. طب اقول لك انا على حاجه؟ البرتقال قد البطيخ، البرتقاله الواحده قد البطيخ. قاعد تلعب بيها كوره؟ ده ايه دي؟ ايه دي؟ دي ايه دي؟ دي تنفع دي؟ لا 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 لا، الواحد لما يجي الناس يجيب لها حاجه، يجيب لهم حاجه لا مؤاخذه يعني عليها القيمه يعني. حضرتك انت جاي تعرف على يعني احنا جايين نتعرف على حضرتك بس يا حبيبي. اهلا وسهلا وتشرفني وكل حاجه، بس انت بتخش بقيمتك، ما تزعلش مني. دي قيمتك يعني؟ هي قيمتي بالفلوس؟ لا مش بالفلوس، بس برضه يعني في حاجات تانية احسن. في يا اخي كنت هاتهم تفاح. حضرتك كده ما تزعلش مني، الموضوع هيبقى يعني من اوله صعب، لان معتز برضه يعني عادي واحد يعني. ايوه انتوا مش جايبين لا والد ولا والده معاكم، ومش جايبين حاجه مثلا يعني حتى تفاح مثلا ولا موز امريكاني ولا. لا هي مش قصه فلوس ولا حاجه، هي قصه تقدير الناس اللي انت جاي لها يعني. ما حضرتك لو التقدير مش يعني مش بفلوس بس، مش اكتر. والله الله يكمل. ايه يا عم معتز؟ ايه يا عم؟ ايه الراجل مش عاجبك؟ انت عارف يعني ان انا قيمت كيلو ونص برتقال يعني؟ ده انت عارف ان انا تاجر فاكهه ابا عن جدي يعني، بوزع الفاكهه بس دي عشان عارف ان هي بتحب البرتقال بس. مش هي بتحب البرتقال؟ اه طب انت بقى جاي مراعي عروستك بقى. انت مش مراعي بقى ابو العروسه بقى ولا ام العروسه؟ والله ما اعرفش بقى حضرتك كنت بتحب ايه. انا كنت اعرف كنت جبته لحضرتك والله. لا انت نورتني. حضرتك بتحب ايه بقى عشان المره الجايه نجيب حضرتك؟ ايه؟ حضرتك بتحب ايه بقى؟ انا بقى بحب اللي بنتي بتحب. هو انا عايز غير سعاده بنتي. بتحب معتز بقى؟ ايه؟ اكيد بتحب معتز. لا هو مش معتز، مش فاكهه. انا اكل برتقال. طب وانت معتز يعني ان شاء الله قدامك سنه وتتخرج؟ شهرين ان شاء الله. شهرين ولا سنه؟ شهرين ان شاء الله. يعني انت خلاص هتخلص الحقوق قريب على طول ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. يلا ربنا يكرمك. وهتشتغل ان شاء الله لما تخلص؟ لسه بقى يعني هشوف بقى انا هعمل ايه. طيب معاك بقى مجهز نفسك بقى ومجهز جيبك بقى للشقه والمهر والعفش ولا ايه؟ انا عندي شقه يعني كبيره يعني. كبيره يعني. ايوه هو بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا اهم حاجه من الشقه عندي الفرح. ليه بقى؟ عشان انا مجامل ناس كتير، وفي ناس كتير ناويه تيجي تجاملني. يعني حضرتك تعملوا شعبي؟ ايه؟ تعملوا شعبي؟ اعملوا شعبي بس يكون في فندق كده خمس نجوم. شعبي وفي فندق؟ شعبي في فندق خمس نجوم. خمس نجوم؟ خمس نجوم ايوه، عشان في ناس جايه تجاملني. انا في ناس هتيجي يعني، هو هيلم نقطه في اليوم دوت مش اقل من نص مليون جنيه. هو لو يعني لو حضرتك معلش الموضوع تم يعني ان شاء الله هيتم. ان شاء الله يتم. طب حضرتك محتاج الكلام ده يحصل في قد ايه؟ لا لما هنتفق هنرتب على الخطوبه وعلى بس عشان نكدب عليك من اولها. بس معتز مش ابوه وزير يعني عشان يعملوا في إيه؟ خمس نجوم. ايه بس هو ابوه مش وزير يعني عشان يعملوا في خمس نجوم. لا معلش انا بتكلم. احنا ممكن نعمله في خمس نجوم بس نديله بقى فرصه ان هو يشتغل يعني. ايه خمس سنين ان هو يشتغل يا حبيبي؟ انا اساعده. لا يا باشا احنا يعني هو يبني نفسه، اصل مش هو اللي مش حضرتك اللي هتاكلها ولا هتاكلها. ما هو هياكلها ماشي، بس انا ما اقبلش يعني ياكل بنتي اكل اي كلام. ساعدني يعني. لازم ياكلها اكل نظيف عشان هي بتاكل هنا اكل نظيف. انت تعرف تجيب لها بط وفراخ وكده وحاجات زي كده؟ تعرف؟ وحمام واللي هي بتطلبه. ايه؟ انا اجيبه يعني لو هو ما عندوش انا اجيبه. انت هتساعده كل يوم؟ يعني انت ساعدته مره؟ لا مش هتساعده كل يوم؟ وبعدين انا مجوز بنتي ليكوا انتوا الاثنين؟ مش معقوله. انا مجوزها لواحد بس ولا ايه؟ لا هو يعني عشان هو بس انت عارف انه بيبقى مكسوف وحاجه زي كده. ام العروسه السلام عليكم. اهلا يا ابني منورنا. اهلا وسهلا شرفتونا. اهلا وسهلا اتفضلوا. اهلا مراد بيت بيتكم اتفضلوا. معتز ومحمد ابن عم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عبد الرحمن ابن عم. عبد الرحمن عبد الرحمن اهلا وسهلا. معتز وعبد الرحمن ابن عم ده احنا زرنا العروسه بقى. العروسه اتفضلوا اتفضلوا. على مالك على مالك. اهلا وسهلا. ازيك يا معتز؟ عامل ايه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ او انت مين؟ مالك ده انت ايه؟ عبد الرحمن ابن عمو. عبد الرحمن ابن عمو؟ اهلا بيك. امال فين ماما وبابا؟ شلت لي هيجيب ماما وبابا؟ انا بابا كان تعبان بس النهارده. لا الف سلام عليك. الف سلامة. الف سلامة على الحاج. اهلا وسهلا. عيب برضه اللي هتصل لحضرتك تاني عشان احنا بس يعني جايين مبهدلين. لا لا يا حبيبي اهلا وسهلا. ده البيت بيتك. ده انتوا نورتونا. اهلا وسهلا. بس انا قلت هتيجي ببدلة، تيجي بحاجة. مش معقولة.
يا اختي يا بوسي اول مره يجوا يتعرفوا عليه يعني، بس قصدي يعني اول تعارف ده قدام الاهل وكده. معلش والله معلش عادي. وحضرتك حصل خير المره دي؟ معتز ابن حضرتك، شوف حضرتك هتعوز يعني في وقت قد ايه برضه؟ انا ما كملناش موضوعنا. لا انا اللي مضايقني ان انت كان الوصول تجيب الولد والوالده معاكم النهارده. اهلا وسهلا يشرفونا. انت يا اخويا جبت لنا برتقان، ده احنا عندنا الفاكهه في المطبخ فاصل فاصل فاصل. ربنا يعزك ان شاء الله. البيت بيت يا اخويا يا متحب. بحب تهزر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انتوا الاثنين منورينا. طب وانت عامل حسابك على ايه بقى يا معتز بقى؟ عامل حسابك على ايه يا معتز؟ حضرتك يعني بتقول حاجات صعبه. انا صعبه ايه يا عم؟ انا حاجات صعبه ايه؟ ده اي اب يفرح لبنته وعايز لها يعني حاجات اكتر من كده بكتير. هو انتوا اتكلمتوا في ايه يا بابا؟ انا قلت له اهم حاجه عندي الفرح يكون على اعلى مستوى، يكون شعبي في فندق. طبعا امال ايه؟ اكيد. امال ايه؟ كل ده بتتكلم فرح، ما تتكلمش يعني انسه مفيش يعني. معتز يساله في اخلاقه ويساله في حاجه، فاهم؟ لا بس برضه الشكل العام يعني مهم. يعني بنتنا وعايزين نفرح بيها بقى، عايزين ليلتها تبقى حلوه. ماشي هو ان شاء الله. فلوس يعني؟ هو الشكل بفلوس؟ انت ابن عم وكل حاجه، بس يعني برضه مش احنا اللي حضرتك عايزه. احنا بس انت بتعيش يا حبيبي، تعيش قدها وقدود يا اخوي. هجيب لها شقه فين يا حبيبي؟ بس الراي رايك يعني، ولا بابا ومامته ايه؟ طيب نعم؟ يعني انت تتكلم عادي وبابا ومامته يأمنوا على كلامك؟ لا في فكرة، مش بتكلم في كلام. بعدين يعني معلش انا اسفة، بصفتك ايه بتتكلم يعني؟ مش قصدي برضو، بس يعني ابن عمه يا بوسي. ابن ماشي ابن عمه، بس ابوه وامه برضو فين؟ بحييك وهيشرفونا. ما ممكن اصل ده كلام عيال، ممكن الاثنين يقولوا تمام والاب والام يقولوا لا. يا بوسي ما انتش عارفة الحركات ده هي. يا بوسي يا بوسي، ده ابن عمه يا حبيبتي ده. وبعدين انت ساكت ليه؟ ما تقول حاجه. انا مستنيكي تخلصي كلامك ده. ايه ماله كلامي؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مش فاهم حاجه يعني اللي انت بتقوليه ده خالص بصراحه. يعني ايه؟ مش ابوك وامك برضه كان المفروض؟ علشان انت اتفقت معايا وقلت لي ابوك وامك هيجي، وجراح جايب لي ابن عمتك. بس هو قال لي وده غير البرتقال، وانا ساكته ما بتكلمش. مش نمره واحد بتحب البرتقال؟ ماشي بقول لك حتى ماشي بحب البرتقال، بس مش تخش الناس تخش بعيد بالجاتو، تخش بشوكولاته، ده داخل لي ببرتقال. برتقال ايه؟ ايه ده؟ هي بتضحك يا حبيبي. معلش هي بتضحك معاك ولا مع مين بالظبط؟ يا ابني انت هتقول ايه طيب؟ انت بتضحك ليه على طول كده؟ ما بقولك قعدت عيال. قعدت رجاله ولا شغل؟ قعدت رجاله بس حضرتك مش هينفع نضحك يعني. قعدت قعده صغيرين يعني. انا جاي ابن عمي وانت بتقولي عيال ومش عيال. ايه؟ انا جاي ابن عمي وانت بتقولي عيال ومش عيال. حضرتك عايش فين؟ ايه؟ حضرتك عايش فين؟ انا يا ابني من الصعيد وجاي هنا بشتغل. صعيد يعني راجل ابن بلد. طبعا ما شاء الله عليك. طبعا تمام يعني. حضرتك عارف ان الجواز دلوقتي مش حد بيتجوز يعني. ماشي اوكي. انا تمام. هو بقى ده عايزين نفتح بنتنا يا ابني. ايوه حضرتك عايزه تفرعي بنتك. حضرتك تبقى يعني ده انا ماليش دعوه زمايلك برضه. يبقى الاصول ايه اللي يحصل؟ يجيب الوالد والوالده مش يجيب عيال. سيبك من الاصول، الفرح اهم حاجه. الفرح ايه؟ عيال. الفرح اهم حاجه. الفرح يعني والدك يا بوس. الفرح اهم يا بوس. يعني ايه والدك قاعد؟ مش فاهم حضرتك ينفع ان انت. طب هجيب لها شبكه بكام؟ قول لي يا ضنايا هجيب لها شبكه بكام؟ جيب لها شبكه. على فكره انا اللي هجيب مش هو اللي هيجيب. ماشي يا حبيبي، ما انا بسالك اهو، كان مشغول في الكلام. قول لي اللي حضرتك عايزاه. حضرتك عايز اشوفك كام؟ من 5 ل 10 مثلا. هديه العروسه بقى، دي اول هديه للعروس. 5 ل 10 ايه؟ 5 ل 10 ايه؟ 5 ايه يا اخويا؟ يا عم 10 مين؟ 20. 20 ايه؟ انتوا بتتكلموا في انتوا عمال بقول ايه؟ انت جاي بتهزر؟ انا بهزر؟ ايه 20,000 و10,000 ايه؟ ثواني بس، مين اللي بيهزر يعني حضرتك؟ لا انتوا بتهزروا. وبعدين انت بتتكلم بصفتك ايه تقول هذا؟ هتديله 10 ليه؟ هتكبي عليه؟ ليه يعني؟ بص يا لا كلمني، ما انا بتكلم معاك اهو، ما تكلمني زي ما بتكلم يا بوسي. طب استني، طب هجيب لها شقه فين يا حبيبي؟ يعني ايه ما ينفعش تكلمني؟ على فكره لو سمحت اقول لك قد ايه؟ هدي لك 10. عادي ابن عمي. انا مش عايز. انا ده لسه جاي جوه بتضحك ليه صحيح؟ والله ما بضحك. والله عملت كده. انا مستني اقسم بالله يعني تشتمني يا عم. جاي كده انا مش هشتمك اقسم بالله. وتقول لي ابوك وامك مش عارفين ده اللي جاي في وجهك؟ يا بنتي ما هو جايين الجماعه جايين. لا ما تمشيش، بس هي كانت متضايقه عشان انت وبعدين انت عارف وانا فاهم بتضحك.
بس انا بضحك عشان حضرتك بتقول كلام يعني ما وبعدين ابن عمك يتكلم عدل مع ابويا ما ينفعش ان هو يتكلم معاه بالاسلوب ده هو يتكلم كده بس يعني وبعدين ما انت لسانك بتقول كده في الجامعه جاي هنا مخرس انت بتضحك ليه يا عمي انت في ايه هي بتضحك هي بتهزر معاكم يا جماعه هي مكسوفه انت مش عارف تاخد الموضوع طب قول لي هجيب لها الشقه فين لو سمحت السلام عندنا استنى يا عم انا شتمت وايه انا مش عارف انا انت عملت ايه انا بقول شغل عيال محدش مصدقني انا بقول ده شغل عيال محدش مصدقني انا مجنون اقسم بالله ايه مجنون ايه مجنون على نفسك لا 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 ايه يا عم 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 طب ايه ده طيب ايه ده بس يا جماعه صوت العيال يا جماعه انا فاهمك حاجه بس بس يا عم ما يصحش كده اقعد يا ابني اقعد يا ابني صح تعالى يا عبدو ده ضيوف يا عبدو ما يصحش كده خلاص بس دقيقتين انت شايف طب لا لا معلش انا ما بتكلمش برضه لا يا جماعه حقيقي رضا يعني طب حضرتك عايز ايه انا سيبك من الخناقه احنا مش جايين نتخانق مبدئيا يعني طب اقسم بالله انت لولا عيل صغير انا كنت طلعت طبنج وضربت بالنار ايه ده طيب لا يا عبد النار. مش كده صدق وتامن بالله لا اله الا الله خلاص خلاص بس عشان حضرتك حضرتك انت عارف خلاص انت فاهم انت خلاص ما توصلش تعالى يا ابني اقعد يا ابني اصبر احنا بنتكلم احنا بنتكلم اقعد يا ضربتك بالنار خلاص ما تتكلمش مع ابويا كده طب ما مش هينفع يا جدعان لا ما تتكلمش مع ابويا مش عارف وانت وانت ليه كل موقف ما انت بتقعد تضحك ليه كل موقف يا جماعه ما ينفعش كده اتفضل لو قد الكلمه قوم اعملها دلوقتي ما تسقوش كده لا ما تتكلمش مع ابويا انت بتزقني ليه يا داونس انت بتزقني ليه هيجي مني دم هيجي قصادك يا عم خلاص خلاص طب اقعد خلاص يا عم اللي هيضربنا من النار طب تعالى يا ابني اتفضل طب احنا بعد الزوق عايزين نمشي خلاص بقى يا جماعه صلوا على النبي ما ينفعش كده لو تعالوا يا معتز نكمل كلام يا معتز يا معتز مش شفتوا زملاء في الكليه يا معتز ما ينفعش كده يا عم انت بتقل منه يا عم معلش تعالى بعد حدش عارف يقل منه انت بتقل مني لا ده انا ما قلتش كده انت اللي بتقل مني طب انت لو عايزاه فعلا ما تتكلمش طب بعد اذنكم بس انا اتكلمت زيك كده وانا اتكلمت زيك يا اخويا ما انا بتكلم هو عايزني انت لو عايز تحب تهزر وتقل مني انا هنا اخويا موجود ما ينفعش انت تعالى ما يصحش تعالى انا عايزك لا تعالى اتكلم معاك اتكلم كلمتين معاك حضرتك ده ابن عمي تعالى بس يا سيدي اهلا وسهلا مش هدفنا ومنورين اتفضل اقعد هنا اقعد هنا ما ينفعش كده شغل عيال اقعد كده يا بوس الناس اقعد لا خليك انت تقعد تعالى يا رب تعالى يا رب انت عايز ايه بقى انت عايز ايه بقى انا عايز ايه بقى احنا بنتكلم في موضوع جواز ثواني بنتكلم في موضوع جواز اه حضرتك بتشتمني انا ما بشتمكش امال انت قلت ايه دلوقتي انا عايز صغير يا حبيبي انت عمال تضحك عمال تضحك عمال اضحك عشان حضرتك بتقول كلام انا عايز اسالك سؤال جاي واحد لاختك يتجوز تمام ترضى ان هو يضحك انا مش فاهم انت بتضحك ليه كل شويه هو مبتسم يا عم انا مش فاهم بيقول الكلام ده يعني حتى لو والدك يا اخي فشتك عامل ايه على طول معلش الله تمام يعني خليك انت صلي على النبي يا شغل عيال يابا شغل عيال انت بتعمل ايه يا روسي مش عيال لا اله الا الله لا ما انا ما غلطتش فيك انا بقول الحقيقه والله يا ابني الناس يا ابني شكله ما بيحكمش عليها يا ابني الناس صلي على النبي يا جماعه عشان نقدر نتكلم احنا انت جبتني احمد بص هي بتضحك هي اصلا يا عم هي بتضحك هي العروسه لا اله الا الله انت مش مصدقاك يا انت بتهزيه عشان انا مش مصدقاك ان انت بتهزيه انت بتضحك ازاي يعني الكلام مش عقلاني يعني لا ما تضحكش يوم فرح انت بتهزيه وبتضحك يعني انا مش بهزقه بس هو لما يقول كلام مش مفهوم انسى اللي حصل احنا ليه يا ولاد ده انتوا زملاء في الكليه ما يصحش كده امال يا ولاد يا عم نجم الفتحه يا ولاد يلا غير الفتحه يلا هنقرا الفتح هجيب الشبكه عشان نقرا الفتح وما تضحكش في الفتح الله يكرمك يلا بسم الله الرحمن الرحيم تضحك برضه يا دولي هنقرا الفتح برضه بتضحك انت ما قريتش الفتحه؟ لا انا قريت السيره كده مبتسم يا اخويا والله هو اللي هيتجوز عليه بقى طب انا يسعد ايامهم يفلحوا ويسعدوا هو قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ بيقول لي مبروك انا معتز يا حاج هو معتز والله انا معتز يا ابني ما انا عارف ان هو معتز بقول لك ايه اتكلم ابويا انا بس عايز اشوف رد فعلك انت ايه انت بتضحكني انت انا هتجوزك ايوه ما انت بص العقل بيقول ايه
انتوا جننوني الراجل على فكره اللي انا بقيت معايا اقسم بالله انتوا مش زمان انتوا جننوني يا ابني ايوه انا هو اللي هيتجوز ولا انا دلوقتي عشان انا كده انا ما فهمتش اصلا مين اللي هيتجوز هشام انا قريت برضه بتضحك برضه بتضحك بقول لك ايه وبتضايقني انا لا لا معتز انا بقول لك هو بيعصبني على طول بس طب اسمعوا انتوا الكلمتين يا بوس يا ثانيه يا حضرتك يا بتتكلم ادري يا تطلع بره يا حد مش كده بره يا عم مش كده لا اله الا الله بس يا تتكلم عدل يا تطلع بره مين اللي هيتجوز انا ولا معتز حضرتك جاي فرح يا هتتكلم عدل اتكلم عدل اطلع بره أشوفها أنت بتضحك يا عبدو الناس في بيتنا شوفنا أهلا وسهلا بيك مجدين يا عم إيه ده إيه ده تعالي تعالي بس طب حاضر لحظة يا عم تعالى معايا صلوا على النبي يا جماعة تعالى أقول لك تعالى يا عم تعالى لما تقفل يا عم تعالى اقول لك تعالى اقول لك بس ولا مقلب مقلب ده مقلب ده مقلب تعالى مقلب يا عم صل على النبي تعالى 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 واحد يا ابني انت هو بيهزر معايا بيهزر معايا انت مقلب بيهزر معاك يا عم تعالى اقسم بالله مقلب مقلب تعالى تعالى اقعد بس يا رب نكون كنا خفاف على قلبك وما كناش تقلنا عليك ومقلبين طبعا نبص بقى للكاميرا هنا ونقول ان احنا موافقين ان احنا ننسي الحلقه بص هنا موافق زيرو زيرو